هل في السجود نقول أدعية القرآن أم لا؟ إذا لم تكن على سبيل التلاوة فمن العلماء من يجوزها، إنما الذي نهينا عنه في السجود نهينا عن قراءة القرآن. الرسول يقول إني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو سجدا، لكن إذا كان الشخص يتأول القرآن فلا شيء. ولذا فإن الإمام الشافعي رحمه الله كان يرى أن الذي يقال في سجود التلاوة سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا للآية يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا،